استمع المجلس اليوم إلى تنوير وشرح وافي من السيد هايلي مانكاريوس وأيضا من السيد أمبيكي عن التطورات الإيجابية التي حدثت بين الطرفين والتي أفضت إلى اتفاق فيما يتعلق بالنفط وإلى تفاهمات كبيرة في المجالات الأخرى. رفع الاجتماع لأسباب شهر رمضان المعروفة لدى الجميع، وسيعاود الطرفان الاجتماع قريبا في أديس أبابا. نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بالمسائل المتبقية. هل وافقتم على الخرائط التي كانت مطروحة في السابق بالنسبة لمناطق الحدود في عدة مناطق مثل أبيه وغيرها؟ نحن لم نوافق على جزء معين من الحديقة التي من الخريطة التي قدمها السيد أمبيكي، وهي معنية بالمنطقة التي تعرف بال 14 ميلا جنوب بحر العرب. هذه منطقة تابعة لحكومة السودان حسب الوثائق التاريخية المعروفة منذ أن كان الإنجليز يحكمون السودان. هذه الجزئية الوحيدة التي لم نوافق عليها.